ماذا تفعل؟ جهز زينة رمضان. بل رمضان يحتاج فقط إلى زينة؟ لا، يبدأ الاستعداد بتطبيق نظام غذائي مثالي قبل البدء بشهر رمضان بأسبوع على الأقل، وذلك للحماية من نوبات الصداع الحادة التي تصيب الصائم. حيث تتقسم الوجبة إلى 4 وجبات في رمضان: وجبة الإفطار، وجبة خفيفة بعد صلاة التراويح، ووجبة خفيفة بعد منتصف الليل، ووجبة السحور. يجب أن تبدأ الإفطار بثلاث حبات من التمر أو اللبن أو الماء أو العصير. وبعد أداء صلاة التراويح يمكن تناول وجبة خفيفة تحتوي على نوع من النشويات كفطيرة صغيرة وحبة فواكه وكوب من الحليب قليل الدسم ومشتقاته. تعتبر وجبة السحور الوجبة الرئيسية التي يجب الحرص على تناولها حيث تقلل الشعور بالجوع أثناء ساعات الصيام. ومن السلوكيات الخاطئة المتبعة تناول الوجبات السريعة على السحور على الرغم من كونها غنية بالدهون والأملاح، حيث تزيد الإحساس بالعطش في اليوم التالي. ينصح الخبراء بعدم تناول الشاي والقهوة بشكل كبير، ولا تعتبر غير العادات الصحية في رمضان، فهي تؤثر على امتصاص الحديد والزير من إدرار البول، ما يؤدي إلى نقص السوائل في الجسم، إذا يفضل الإقلال منها واستبدالها بالنعناع والزنجبيل، إذا يسعف عملها وتجنبوا الانتفاخ، لأن الماء عنصر أساسي فيجب عدم إهماله، ويحرص الصائم على شرب 8 أكواب من الماء بين وجبتي الفطور والسحور على فترات. يجب مواصلة القيام بالأنشطة الرياضية المعتادة خلال شهر رمضان كافية، يمكنك القيام بها قبل الإفطار بساعة أو بعد الإفطار بفترة كافية لتصل إلى 2 ساعة بهدف إنقاص الوزن أو المحافظة على الوزن طبيعي. اللهم بلغنا شهر رمضان. آمين. اللهم بلغنا شهر رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. آمين. اللهم بلغنا شهر رمضان ونحن بأحسن حال. آمين. رمضان كريم. رمضان كريم. مدارس جيل المستقبل الخاصة، تعليم خلاق نحو غد مشرق.